عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أقولكم والله يا أبوكم داخل حجرتي ظلمي ظلمي والفير ويا الأذانات وأسمع شيء قرقع وقرقع وقرقع، يا ربي بنغرق بنغرق، مرعد يرتي البيت بكبره، مرعد طول الفير وقرقع 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 وقرقع. قلت بختل براي، تميت خاتل يوم عد خلاف، ظهرت خاري ولن على ما تشوفون الدنيا مبحلقة، الدنيا غبرة شلحة ملحة، ترى مو ابوي المرعد هاك ما كان مرعد، البيكاب ورا حجرتي وينزلون السلندرات من الحجرة، كل من نزلوا سلندر استوت القرقعة وانا تحريت مرعد، وهذا العلم عاد وياكم. يلا اقولكم سيرة دبي البارحة كانت رقم واحد، رقم واحد سيرة دبي البارحة، ما شي شراتة أمة الثقلين في جنتي دبي بالأخص دبي مول. سيرة فيها ريال فيها خير، فيها ناس النياب، فيها الريال النييب، فيها الريال السنافي، فيها الناس الطيبة، تغدي السيرة حلوة. ويوم وياك إلا عوير وزوير والمنكسر واللي ما في خير، هاي سيرك من رقص اللي يكمنها بحر، ما بتعين خير منها أبدا، ولا بتنبسط ولا بتستانس، لو بتقول انك استانست ترى الاناس تبين واضحة والتمثيل يبين انك انت تكذب على عمرك وانك استانست، لا. فلذلك انتقاء الناس اللي تصير وتي وياهم وربيعك اللي تصير وياه وتي وياه يستحمل ويستحملك، هذا روحه يباله عناء يباله، وهذا كنز، هذا روحه رجال اللي تمشي وياها، هذه روحه كنوز كنوز تمشي على الأرض. اللهم يا رب لا تخليني منهم ولا تخليهم مني. ما شي شرات اللادمي اللي سمعته طيبة، ولا شي شرات اللادمي الكريم ولي ودي والخير والمتربي، وبالأخص الرجل العصملي، الرجل العصملي اللي رمسته الدرر والنطق واللفظ وانتحكى وانفعل وانمد وانآمر، ولأنه أبوي يشق ويرقع يامر وينهي عن 600 ريال، ترى شيء ريال عن 1000، وشيء 1000 ما يسوون قيد حوار. يلا نرمس خلاف عادة، بس عاد عليكم تري صلاح حين. Good morning. أم الحنايا، how are you? I miss you. ما شاء الله you look very fresh. when did she came? From Saturday, Thursday, at night. Masha'Allah. Good? Yeah. Yes. What you want for breakfast? I don't know. You are not dieting? No, not anymore. Tomorrow? A little bit dieting, huh? Eggs, huh? Yeah, I don't know. عقب غبرت البارحة. يلا الدنيا البارحة قادي أبدأ ميصة. Hey! Good morning! صباح الخير، ها ريدي؟ انزين ايش عليك؟ هذا ايش تسوي؟ حق منو هذا؟ حق عوشه. اي وهذا شو؟ شوف الحين هذا. هاكل حق ام عوشه؟ نصلينا ونصليهم؟ انزين ايش عليك؟ الذباب ترى بيخليك انت تخدمين، يلا. الكيكه هاي شو اسمها الحين؟ كيكة برتقال، قولي لي حب الله تجنتي الساحرة العود. شو انا سأكتب ثمن الملبوم ريدي الحين ولا بعد ما في خلاص؟ 10 دقائق. انزين ها مرسلين، هذاك مرسلين. عليكم السلام. عليكم وانت امين يا امين. ان شاء الله عليك امين. هذا اليوم قداهم بساسير وجش، وهاي بياحة من بياحة هالمقهوين. يلا مين تسوي ريدي؟ احنا سامان ريدي بس هذا ممكن نسوي في الهدف. اها يلا اوكي. اقولكم نحن اليوم بنسوي المحلة اللي هو خبرناكم عنه، اللي هو السبيشل هذا اللي جليل اللي حد يخدم شغلات هالمحلة. ترى المحلة كذا نوع، مش نوع ولا بنوعين، كذا نوع. المحلة هذا اللي يربعونه يتخلى هالشي مربع من غير
هذا اليوم بنقدم لكم اياه ان شاء الله، بنرويكم المقادير والطريقه والكيفيه. هذا اصعب نوع عاده، صعب، وهذا المحلى بالذات ما ينخدم حق اي حد، ينخدم للريل الكديد اللي في خير الولد الكديد يوم حد بيضيف غالي. خدموا النوع هذا، النوع هذا ما بمال الخدمه، ما بخدمه عاديه، خدمه متعبه. فالخدمه المتعبه هاي ما تتسوى حق الحد، للولد اللي كد، الولد الصالح، الرجال اللي يعني هذا. شوفوا المحل النوع هذا والخنفروش والعقيلي ما يخدم الا للمعرس او للشيخ او للرجال اللي جليل ييته، يعني مش بالطريقه اليوميه، لانه صعب ومتعب. والخنفروش هذا يخدم الخنفروش، هالخنفروش والمحل النوع هذا والعقيلي ما ينخدم لأي حد. يعني لازم الإنسان السبيشال، الإنسان اللي عارف للأكل. هب هذا اللي شرات الكولي هي يلطم ما تشوف عينه، شرات الهامور ما تعقل المحايا لطمها، صح ولا غلط؟ لا، هذا القيمات، هذا القيمات. يلا هذاك شو، يلا بسرعة بسرعة. لوبيا والقيمات. هذا الله يحفظك، ايش اللي بس هذا عسل الله يسلمك، جايين من راس الخيمه من عند الخواطر، يعني الله يحفظهم ويطول بعمارهم. وهذا ريوق اليوم، جبنه الدوين اللي من السودان ويا عسل الخواطر اللي هو عسل السمن، مندبين نمونتين، نمونه سدر ونمونه سمر. انزين، وهذا اللوبيا بينة العاد اليوم ويا القيمات. وهذا الطريقة، وحدة بوحدة، القرص بقرصة، ماشي واحد واثنين. أيوة، الله يسلمكم. صلاح الحين جالس يراضيني عاد، سمعوا شاي خلاص. لا، تعلف الشاي. شاي قولي بابا العاصر بدي اول العاصر يا بيبي. سوري بدي سوري. خالد حبيبي، خالد موني. عمري حبيبي، عمري بعد. جود مورنينج. جود مورنينج. أقول لكم جميع المسجات يلي الحين من الصباح الله خير على الحرمة هاي اللي ما أدري شو تبى الضب، ما أدري منو يشتغل عندها، وكل حد يطرش لي ما علقت أنت، ما رديت، ليش ما قلت، وليش أقول الدار محكومة؟ لو أن اللي عندهم القرار وعندهم الرأي شافوا الشيء هذا يرزق أنه تستجوب ويردون عليها، ردت عليها الحكومة. أنا على أي أساس أرد عليها؟ أو شي خصني أرد عليها؟ مش قضية بعد شي خصني، قضية منو مخلني أنا الدفاع عنها ولا عن غيرها أو ضدها أو ياها. الدار محكومة وأنا ما بيعاري. كل من حد قال لا إله إلا الله بقول عليه غضب الله. أبوي الدار محكومة، ما حد لخص في حد ولا لحد حق على حد يقول له وين ساير ولا ليش قلت، ولا ليش قلت، ولا ليش ما قلت، ولا ليش سويت. هاي ابوي دار حكومة، ما حد عنده السلطة ان يهاجم فلان او يهاجم علان او يقول عن زيد ليش قلت او ليش ما قلت. مني وطري اللي يمر وينهي اللي عنده اتخاذ القرار، اللي الجهة المسؤولة، الجهة المعنية، هذا ابوي اللي تاخذ القرار وتتكلم. انما كل من حط تليفون بيجلس، كل من حد نبح عقه وفي ثم حصاه، ولا كل من حق قال لا اله الا الله قالوا عليه غضب الله، ما يستوي. بتستوي اسمها الدنيا الغاب، دنيا غابه هذه، بيازم الا السيف لي والترس لك. لا، انا لا اتدخل في الامور هذه ولا تعنيني الامور هذه. السناب شات هاي يسمونها قصتي يوميات عيشها الواحد في فرح وفي أناسة وفي سرور، يعيش قرقر وقرقر وقرقر وصدع وديان ونبيح، إلا فلان قال وفلان ما قال وعلان قال، شو هذا؟ بس ما شيء مواضيع،
مواضيع ما شيء في الدنيا العودة حين إلا فلانة قالت تبى ما أدري منو يشتغل عندها، وعلان قال يدور حمالي، وفلان قال ما أدري شو لبس. وشو هذا؟ دعوا الخلق للخالق، ربنا خالجنهم بيتكفل بهم، ربنا خالجنهم بيتكفل بهم، لا اللي عنده شغل ولا اللي ما عنده شغل. رب العالمين هو المسير وهو المسخر وهو المرزج. لا دمي ما يدور له يا الله بسمعه ولو من سمونه ما يستوي، ولا يسوي له سمونه من قراطيس. لا دمي قد يصير يجي العرب كلها، ولا بين يوم وترك كل حين هالوادم اللي كل يوم ازعيج وبغيم. هابوي هاي وصل صلاح، هابوي باكر بيش تكون عليهم كل يوم هالشكاوي وكل يوم هالمحاك كل يوم هالصدع وكل يوم هالديانة. يعني هذا حين كل انسان يغلط على اي انسان يظهر في تواصل اجتماعي ولا في تلفزيون ولا في جريدة ولا في علم، بيزخون بوي الشرطة، بتيه الشرطة وبتأدبه وبيدقون الدق اليهد. شو هاي منو؟ شكرا 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 صلاح، آخر مرة تأخرني هالكلام. لا لا مش 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 طرشت لمس سمعته. العرب كلهم سمعوه. يعني زين إن الوادم باكر تيس السحب أي إنسان يغلط في وجه حق إنسان بيريرون الشرطة. والأمثال وايد اللي اختفت، والحالات وايدة وايدة هالأمور اللي اشتكوا عليهم في المحاكم ورخوهم بسجن ودفعوهم غرامات مئات الآلاف، ونشوا قدموا اعتذار، ونشوا دقوهم بعصا، ونشوا شو هذا؟ شو اللي كالف؟ ما شيء كالف حق هذا كله. دم يعيش حياته بالطريقة العادية، ما بلازم انت تجرح في انسان ولا تسب انسان ولا تهذر انسان عسب انت يقولون عنك زين. هذا ما بو النعم حين السب والمعاير، هذا ما بو النعم. السب والمعاير ما وراه الا الخيبة والنيبة، وما وراه الا العثرة اللي في الدنيا كلها. ترى الدار بحكومة. شو حبيبي؟ شاي. لا شاي موجود، شاي في شاي وفي كل شيء. يلا تعالي لسعادة. عليكم السلام. Good morning. ها بتربي لحية؟ إن شاء الله. إيه. كل الناس واجد قرقر. ليش أسد يعقل اللحية؟ ليش أسد عقل؟ هذا فارس جديد وصيين ديالة كبير. هي لا لا ما بزين. لحية غاوي وفنانة. والله بابا ما يريد شيء دانا بعد في ديالة دانا. كل شيء نفر واجد قرقر. في نفر يشوفك في الشارع يقول ليش يشيل اللحية؟ بابا أنا تريد يضرب بس هو بدينا نقول. إنزين لا ضرب عيب. أنت سويت يضرب بيزخونك بيضربونك بيردونك كراشي لاهور. وهناك أنت ما يندرابك من وجاتل وشارد من 10 سنين ما صرت بلادك. هذا مشكلة. هي خبرني أنت حين يوم هذا نفر برا ما يقول لك وين اللحية؟ والله كل نفر زعلان مشان أنا بعد زعلان ما يشوف ناس واحد صاوى اليوم شو هذا مدني. هي والله والله واحد صاوى وأنا أشوف دريشة شوف. هي والله مشكلة. تحدى أبوي من يوه قاتل يلف. هي لف أبدا ولا مسوي مرتب كاتم حتى حرف ما تكلم. شو أنت؟ هي ما 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 يد وما بنا ما يد ما تقدر صورك؟ لا يلا نفرات يشوفونك البعيد وانت ما تباني اصور. انت متروع الا اخذتك حصه طالعك في امريكا وتقول لك لتي زاد وزنك صح ولا انا غلطان؟ هذا اللي تحاتي. يلا شاف النار بارد. شو هذا اسير عنك؟ توك مراض اني توني كنت زعلان. طريقه ومكونات المحله الخصوصي اللي هو محله رش الخوص. محل رش الخوص مكوناته نص كيلو طحين رقم 2، نص فنيال حليب نيدو، نص فنيال سكر، نص خاشوقة زعفران، خاشوقة قناد اللي هو الهيل، بيضتين سح 25 فردة، لتر ماي. لتر الماي ينقص يتنصف نصفين، نص الأولي يمرس فيه السح ويتصفى ويتخلى، والنص الثاني يتم على ما تشوفون. وأحب أن أريكم الطريقة، طريقة العيان، والعيان ينعيم في الليل لين بالباكر الصبح. يلا هاي نحط عباس على دباس، بيضتين والمريس على ما تشوفون. يلا يلا عارف سرعة. لا وما ينحط ترى مخمر، مخمر ما ينحط. يلا هذا هاي طريقة حينه مرة.
ما ينحط مخمر ومنه في الليل لين بالباكر. ينحط ابويه في الثلاجه يخليه؟ ينحط يتخلى في الثلاجه. في البراد يعني. شو ايش قال يا زو قوامه؟ رفيق. هذا محله رش الخوص. يلا. هالطريقة. تاوة نظيفة رقم واحد. أنا ما أشوفه. ها. أنا يحيى ترياني. عقب ما ترش الدهنه ها يلطون هذا اللي فوق. لازم القرص رفيع ها على ما تشوفون. طريقه شغله متعبه ما بشيء بسيط. هذا ما المحلى العادي، المحلى الخصوصي، هذا المحلى رش الخوص. رش الخوص هذا وايد صعب مش بسيط، وما كل حد يستاهله. اللي ما يعرف الاكل ما يطعمونه من هالمحلى. هذا محلى للناس اللي ذويق او يعرفون للاكل. صبر صبر قال بس رشوا ريحه دهنه وقشوه القرص. هلا ما تشوفونها. ايوه ربعوه تربيه. حطوه يا اخوانه لازم تلحف ها. شفتوا؟ هاي الطريقة. يلا يلا يلا. هذا الثاني الحين. نفس الطريقة. شوي ومتتين وينقش حين العيين اللي على الوي. قشوا ابوي العيين اللي على القرص. ريحة الدهينة بالخوصة هاي اللي تشوفونها. ايوه. وقشوا القرص على ما تشوفون ها. بسرعة عادي يا حفيظ. خلص الفيديو الحق علي. ايوه يلا باجي ثانيه. حطوا عند اخوانه. ايوه حطت خاده الفقير. شكرا حفيظ. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ما في اي صعوبه. ما بصعب وايد وايد وايد. هو شكله اول بادي يبين صعب. يا غير مع الاستمراريه اليوم بيوم اليوم بيوم ها بغدي هنها افتح اشوف افتح افتح شل عاد الغطاء ها بغدي القرصه على ما تشوفون. قرص رفيع ما شي شرات ريحته تضرب في خمرة الراس. ضروري عاد يلحفونه. يلا هل بتقطعين له عاد لبفورة؟ ما شي بخشيش؟ ما يعطيش بخشيش؟ فلبين سير ما هي didn't give you tips؟ صار ما تعطيها بخشيش؟ ما هي الحرمة هذه؟ تقطع لك ظفورك بلاش انت؟ سارين صلاح؟ بيت زين تبتيني؟ انت ما تعرف؟ انت تعرف كل شيء. لا تبطي علي صلاح المغرب زين؟ بس عندكم بدريه اول شيء بنياس وعقب بتيني؟ يلا سلم عليهم حبيبي. صلاح ما تبى محله؟ محله ما تبى؟ ها شلوا محله هناك حق البيت. استاذ خالد هذا المرقوق السعودي مرقوق اهل سدير. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. لما يخلص نرسل الباقي.
مساكم الله بالخير والنور والسرور، بشركم صلاح وصل بخير وسهاله وفار وجهه هناك، غير ضاربنا ببريجع، ببريجع ضاربنك انت بلاك ما تفر وجهك ياي. والسلام عليكم. ما قال لي الله كريم، ما قلت بعد هالنظره، هالنظره البابليه. شكرا. شكرا يا صلاح. كيف حالكم وكيف انتم؟ احنا ابوي بخير وسهاله ولا نشكم من باس، متغدين ومقيلين ومصبحين وفي الزراعه وفي البيت واليوم ولا ظهرت حتى شبر. الحين بيت يراننا عندهم عزاء بتخلف لهم، اخوهم متوفي ثاني. هي والله ثاني، هذا الدنيا، هاي الدنيا صراحه. بتخلف لهم وبي ان شاء الله انا ام محمد مشاي مش يعني بيتهم جليب، بيننا وبينهم بيت بنقعد بنصلهم. صلاح انت بتصير ويانا ولا بتريه؟ لا هو خرج البيت. ما بتريانا شويه؟ لا. ليش؟ واسع بابا ما تصير تعب من وقت؟ لا لا حتصير تصير يصعدون. زين زين. تتعب من وقت باكر الصبح؟ الصبح باكر باكر خلاص من بكره بين السلم الصبح بس هني بترياك بنعرف شو نسوي. زين؟ شكرا. شو يقول صلاح اسد؟ زوي. سوري هي. خلي بي يشرب شاي الرجال صلاح. خيخ شاي خيخ بعد حتى الشاي بمشيخه. بتريانا صلاح ولا نسير عنك؟ لا هو هو. برايني؟ يلا ثانك يو. هذا الرجال ابوي، شكرا ثانك يو. هذا الرجال جاي ابوي، هذا الشيء اللي تشوفونه جاي من دار لين ديره. هاي هديه جايتنا من عند محمد بن احمد المحمود. شكرا جزيلا على هالهديه المميزه، ويعجز اللسان عن الشكر. الجيم اليوم يكاد ان يكون فاضي، الجيم مره ما فيه اوادم ابدا، جرنين وداس وشهد يا حالون، جرنين وداس وشهد يا حالون. ها هاي مكاين مثل ما تشوفون ما في الحاضر مدح، جرنين وداس وشهد يا حالون، اربع مفلعه ما حد غيرنا شفتوا.